فايع في بلاصه تعبيت بالسرية. كل المرأة تونس رمز العطارة، تونس راهي بلاد مزال تعطي، تونس راهي ماهيش بلاد فقيرة، علمونا باش نبقاو عايشين على الصدقة، وحاجة صدقة 500 راهي ماهيش كلمة لحظة برك. نقول لك حاجة، أنا نعرف حاجة كاو، نعرف حاجة كاو، تونس 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 يحيى الشعب عمار ما بعد ما نسكن عمار. نحييك من اسكن الناس اللي جدوا تصمت معانا لهنا، نحييك من اسكن فردا فردا خاطركم تستحقوا تحيه كبيره 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 ياسر. تحيه مدنيه وتحيه تم، تحيه من اجل الحريه، تحيه من اجل ان ننعم الناس الكل بالحريه، تحيه من اجل ان الشعب هذا عنده كرامه، كرامه وطنيه. نحب نبشرك بالناس الكل اللي موجودين هنا بحاجة، كان ما عندكمش علم أنه ثم واحد نساء توا في القصر وقاع السواق الزاد. بعد السلام هذايا عدوا بحياتك جمعة توا. ما تبكيش الطارة عادت مشاهدين. واللي ما تعرفوش على السلام هذايا ثم برشا أحداث صارت فيه. نحب نحكي هيك باش تكونوا فايقين الناس كلها. باش تعرفوا اش معناها الحكومة هذيا. باش تعرفوا اش معناها على لبنان وبرشا جهات من المشايخ وغيره وغيره وغيره. على رفاقنا في الاتحاد العام لطلبة تونس. اللي أكثر في بعد السنة هذيا باش نمسكوا فيه. رفاقنا الطلبة هم اليوم توقيفهم هنا. الطريقة معناها تحب تكون عندنا شرعية وهي قانونية بالنسبة للناس اللي تكون في القانون قانونية. بعد 15 مارس الحكومة هذه تقنية ما عادش عندها حتى شرعية، ما عادش عندها حتى شرعية. الحكومة هذه بعد 15 مارس ما عادش عندها حق شرعية قانونية. بالنسبة للشرعية الأخرى اللي هي أهم الشرعية القانونية، الحكومة هذه حتى قبل 15 مارس اللي هو تو في الوقت اللي احنا فيه تو ما عندهاش حتى شرعية، لأن الشرعية الوحيدة سمتها من الشعب، والشعب هذا ما هوش راضي على الحكومة هذه. أنا قلت لك بالنسبة للتقنية، تقنية تقنية، إي إي، شرف الشرعية نتاعها، أفهمني عايش نحب نعمل إيه؟ بالنسبة بالنسبة للشرعية نتاع الحكومة ما عندها حتى شرعية، هذا الباسبور ما عندها حتى شرعية. السر هذايا هو في قلبي وفي قلبك وفي قلبها وفي قلب الشعب الكل. الحاجه السريه هذيا هي الوحيده اللي قادره ان تحقق اراده الشعب بالحق. واراده الشعب ما هي قصه سر، اراده الشعب فوق كل ارادات. يسقط العمريه من الناس حاضرين توا حاضروا في الاعتصام الاول. الاعتصام هذا قدم تقريبا 6 شهداء حتى بعد 14 شهر مثل قدم الشهداء. الاعتصام اللي فات في 28 شهر بعد احنا طمانينا الجيش وطمانينا الحكومه ما كناش معناها منظمين كما يلزم. كان مفكر
نرقصوا وقتلوا اكثر، باش نجموا نرقصوا لحسابيه مستعدين نضحوا وقتلوا اكثر. للمالك لذلك الابتسام هذا نرجعوا مره اخرى، برشا من الناس ماهوش حاضرين. الحادث تو حكيت كيفاش اقتحمنا القصبه، كيفاش نحن صادمين وقاعدين ستور الكرتوش، كيفاش الكرتوش يضرب واحنا مقتحمين القصبه، والناس اللي دخلوا اول عباد دخلوا سجدوا ويبوسوا القصبه، خد عندهم ذكريات مع القصبه. تم توقيفها، تعرف واش قالوا له ما جايش، وقت يبحث فيه ما جايش، حتى بعد 14 شهر في مازال نعيشوا في القمع، نسلوا له بيه، راهو ما تبدل حتى شيء، رفاق البارح قالوا له سايبوا عليكم، قالوا سايبوا عليكم اللي تعملوا فيه سايبونا، وبروا ريضوا، احنا باش نقولوا لهم اذا كان تقولوا لنا ريضوا بالطريقه هذه الرياض بلاش باش نريضوا، بلاش باش نريضوا. يا رب.